انتخابات يتنافس خلالها 4600 مرشح للفوز ب 272 مقعدا في البرلمان الباكستاني، وسيصوت الناخبون في 70,000 مركز اقتراع سيشرف على متابعتها أكثر من 43,000 مراقب. السلطات نشرت عناصر الأمن في جميع المدن، بينهم 32,000 من الجنود في البنجاب أكثر أقاليم باكستان ازدحاما بالسكان. إن شاء الله بتري آيجي. نتشبث بالأمل في هذه الانتخابات لأنها ستكون لأول مرة نزيهة وشفافة، ونحن تواقون إلى التغيير. نريد انتخاب وجوه سياسية جديدة لأن الحكومة السابقة متهمة بالفساد، ونحن متفائلون بانتخاب حكومة ستحل مشاكل البلاد. حركة طالبان باكستان التي هددت بشن هجمات خلال العملية الانتخابية نفذت تهديداتها سريعا مستهدفة حملات انتخابية، وأسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 100 شخص، وأجبرت الأحزاب الرئيسية على إلغاء جميع تجمعاتها الحاشدة. الجيش يتابع إلى جانب الحكومة التحضيرات الخاصة بالانتخابات في كافة المقاطعات، وقائد الجيش أمر بإرسال فرق أمنية متخصصة إلى جانب سلاح الجو لتأمين الانتخابات. ينص قانون الانتخابات في باكستان على أن يحصل كل حزب على 172 مقعدا في الجمعية الوطنية للفوز بالأغلبية، وإذا فشل في ذلك سيتم تشكيل تحالف حكومي. في حال عدم التوافق على تشكيل الحكومة في فترة زمنية محددة، ينص القانون على تنظيم جولة انتخابية جديدة. بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية 44%، وفي ظل الأوضاع الأمنية الراهنة يتنامى قلق مفوضية الانتخابات من احتمالات تراجعها. سعاد رودي، سكاي نيوز عربية، إسلام آباد.